اما بالنسبه للديستال اسبكت، الديستال اسبكت اوف ذا ماكسيلاري رايت كاناين، ماكسيلاري رايت كاناين. بالنسبه للديستال اسبكت هو اسهل بهواي من الميزيال اسبكت اللي شرحناه قبل شويه. بالنسبه للديستال اسبكت بي بس نقطتين، بينما الميزيال كان بي 4 نقاط. الديستال اسبكت تذكر مجرد نقطتين، وهي تخص او النقطه الاولى تخص الكيرفتشر اوف سيرفيكال لاين، النقطه الثانيه تخص الديفلوبمنتال ديفريجن اوف ذا روت. النقطه الاولى من 3 دي سو ديسكريبشن للديستال، الديستال اسبكت اوف ذا ماكسيلاري رايت كان او ذا ماكسيلاري رايت كاناين. اول ما تبدي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، النقطه الاولانيه تقول The curvature of the cervical line is less distally than mesially. معناها ان الانحناء، شدة انحناء هذا المنحني، شدة الانحناء مالته هي اقل من الموجودة بالميزيال اسبكت. اذا the curvature of cervical line is less distally than mesially. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية تقول the developmental depression of the root is more pronounced, is clearer distally than mesially. إذا معناها إنه ال developmental diversion، هذا الانخفاض الموجود أن هنا اللي هو أكثر وضوحا من جهة اللينجوال aspect، هذا هنا يكون أكثر وضوحا مما ذكرناه سابقا بالميزيال اسبكت. هنا يكون more pronounced distally than mesially. اوكي، اذا النقطه الاولانيه the curvature of cervical line is less distally than mesially، بينما the developmental depression of the root is more pronounced distally than mesially.